قانون الخدمة العالم يعود للعلن، هكذا أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر فيه العراقيون في جميع صفحاتهم الخاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن مشروع خدمة العلم أي التجنيد الإلزامي، والذي عرض على مجلس النواب ونال الإخفاق في تشريعه. وكانت نقاط هذا القانون أو هذا القانون تحديدا تنطوي على بعض الضوابط، منها شمول كل عراقي من الذكور ممن لم يتجاوز 45 عاما، وتكون كالتالي: 18 شهرا لمن لم يلتحق بالمدرسة، 12 شهرا لمن أكمل الإعدادية، 9 أشهر لمن أكمل الكلية أو المعهد، 6 أشهر للحاصل على شهادة الماجستير، و3 أشهر للحاصل على شهادة الدكتوراة. ولا يجوز تعيين أي مواطن عراقي إلا بعد أداء الخدمة الإلزامية. لا يجوز إبقاء أي موظف بالدوائر إذ لم ينهي الخدمة الإلزامية، ولا يغادر العراق من لم يكمل الخدمة أيضا. الأعمار من 19 عاما إلى 45 عاما، يعني تقريبا من مواليد 79. كذلك هناك أيضا نظام البدل لمن لا يريد أن يخدم. هنا انهالت التعليقات على هذا المشروع حتى بعد رفضه من قبل مجلس النواب العراقي. مشاهدينا، دعونا نقرأ جزء من التعليقات. البداية مع يوسف اللي قال: والله ضروري الموظفين يدخلون عسكرية حتى يشوفون النعمة اللي هم بيها، وفرق حياتهم عن حياة العسكري، وبنفس الوقت أيضا ما يظلون يقارنون دوامهم مع العسكري، وضرورة ترفع رواتبهم مثل العسكري، وما يدرون دوام يوم واحد بالعسكري يعادل أكثر من دوامهم بالوظيفة لمدة شهر. أما السيد حيدر اللي قال: خدمة الوطن شرف، بشرط أن يكون أولاد المسؤولين بل صدارة. أما علي الهلالي اللي قال: الأفضل إنشاء برامج التأهيل الإلزامي للشباب بدل أيضا التجنيد، وتضمن محاضرات تنمية بشرية وتعليم بعض الأمور المهمة، مثلا تعليم السياقة وقوانين المرور، وبرنامج التأهيل النفسي، وبرنامج تعليم الإسعافات الأولية، وبرامج تطوير اللياقة البدنية ومهارات الدفاع. أما أبو جود فنشر في تعليقه صورة لبعض الشباب وكتب ساخرا: أكيد أريدكم تتابعون هذه الصورة، وبنفس الوقت علق بها تعليق نوعا ما كان مستفز. وبنفس الوقت رح أترك لكم التعليق أنتم تقرؤوا.